صنفور، صنفور مفكر، صنفور مفكر، صنفور مفكر. ايوه 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 يا بابا صنفور، ايوه يا بابا صنفور. خير، اتفضل. كل سنه وانت طيب يا صنفور مفكر. انا عرفت النهارده من السنافر النهارده عيد ميلادك. قالوا لك وانت طيب يا بابا صنفور، وانت طيب. انت بتعمل ايه كده في يوم عيد ميلادك؟ انا بقرا كتاب، بقرا كتاب حلو قوي عن الخلطه السحريه بتاعتنا، وان شاء الله اوصل لنتيجه كويسه. ان شاء الله ان شاء الله. خلاص روح خلص الكتاب بتاعك ونتقابل بالليل. حاضر حاضر يا بابا صنفور. صنفورة يا صنفورة. أيوة يا بابا صنفور، أيوة. إيه اللي في إيدك ده؟ دي آلة موسيقية، جيتار. ليه؟ جايبة ليه؟ جايبة علشان النهاردة عيد ميلاد صنفور مفكر، وهنعمل له عيد ميلاد لذيذ قوي ومفاجأة حلوة قوي يا بابا صنفور. ده أنا بصنفر أغنية جميلة قوي عشان صنفور مفكر النهاردة يا بابا صنفور. ده تفكير مصنفر وجميل فعلا، انا مبسوط من تفكيرك ده قوي النهارده يا صنفوره. ويا ترى حد من السنافر ساعدك؟ ايوه طبعا، صنفور رسام ساعدني، وكمان صنفور قوي بجد. صنفور رسام يا صنفور رسام. ايوه ايوه يا بابا صنفور، تحت امرك. تحب ارسم لك صوره؟ لا شكرا يا صنفور رسام. انت عملت ايه النهارده وساعدت الصنفورة عشان صنفور مفكر؟ انا بحاول ارسم رسمة لصنفور مفكر كده، ارسم له صورة. ايه رأيك في الفكرة دي يا بابا صنفور؟ دي فكرة مصنفرة خالص وجميلة. انا هصنفر له صورة جنان. عايز اشوف بقى الرسومات الجميلة. استنى بس عليا يا بابا صنفور، وانا هوريك صورة جميلة جميلة قوي. طيب اندهلي على صنفور قوي. يا صنفور قوي، صنفور قوي، تعال بسرعة بابا صنفور عايزك. أيوة أيوة يا بابا صنفور، أيوة تحت أمرك يا بابا صنفور. تعال تعال يا صنفور قوي، أنا عايزك تساعد السنافر وتعملوا عيد ميلاد كويس قوي النهاردة لصنفور مفكر. يو يو، واحد اتنين، شو شو شمال مين. ايه رأيك بقى بابا صنفور في شوية الحركات دي؟ أنا هعلمها لصنفور مفكر علشان يقدر يدافع عن نفسه. حركات مصنفرة فعلا. طب يلا بينا بقى، يلا بينا علشان نروح نكمل. يلا 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 على طول، يلا بينا. هتيجي يا بابا صنفور بالليل عيد ميلاد صنفور؟ طبعا طبعا. بابا صنفور، بابا صنفور، بابا صنفور. أيوة يا صنفور طباخ، تعالى انا جهزت وجبة لذيذة جدا ومصنفرة عشان صنفور مفكر النهاردة. بجد؟ برافو عليك. تعالى تعالى وريني الوصفة بتاعتك. تعالى يلا يا بابا يلا يلا. حالا بالا بالا حيو صنف ابو الصنافير. يلا يلا حالا بالا حيو ابو الصنافير. هيكون عيد ميلاد الليلة اسعد الصنافير. مريح يا ابو الصنافير. كل سنة وانت طيب يا صنفور مفكر. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانتوا طيبين وانتوا طيبين يا جماعة، النهاردة فرحتوني قوي. لا 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 بس الأغنية كانت جميلة يا جماعة، يلا نغني تاني يلا. يلا حالا بالا بالا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتعملوا ايه انتوا؟ يو صنفور غبي. ايوه يا صنفور غبي. ايه ده ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ احنا عاملين عيد ميلاد صنفور مفكر، تعالى احضر معانا العيد ميلاد. ده انت ليك عندي هدية جميلة قوي مصنفرة على الاخر. والله بجد؟ طبعا. هي فين؟ هي فين طيب؟ لا 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 لا، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده يا جماعة ده؟ طب ينفع بس كده ان انت تيجي تطلع لنا لسانك وتمشي يا صنفور غبي؟ انتوا بقى مالكوش غير كده. ايه ده؟ ايه اللي هو بيعمله ده؟ انا معرفش ان صنفور غبي. انا شايفه انه بيعمل حاجات وتصرفات وحشه جدا. ايه التصرفات بتاعته دي؟ جاي يبوظ لنا عيد الميلاد يا جماعه. لازم نشتكي لبابا صنفور. فكره هايله جدا يا اصدقائي. ايه هي؟ قول قول. احنا نعمل فيه مقلب عشان يبطل يطلع لسانه. مقلب؟ لا 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 يا جماعه، ده بابا صنفور ممكن يزعل مننا كده.
لا مش هيزعل مننا لان هو غلطان وبيعمل حاجات غلط وبيطلع لسانه. لا يا جماعة لا، انا مش معاكم في الفكرة دي ابدا. لا بس انا شايف ان ده الحل الوحيد، ولا ايه يا مفكر؟ ايوه طبعا ده الحل الوحيد، احنا لازم نوقعه في حفرة كبيرة عشان يبطل. ايه ده يا جماعة؟ الظاهر بابا صنفور شايفنا هناك اهو، شاف كل اللي حصل. تعالوا تعالوا انا عايزكم كلكم. ايوه يا بابا صنفور، انت اكيد شفت اللي حصل وشفت قد ايه صنفور غبي كان جاي يتغلس علينا. ايوه انا فعلا شفت ايه اللي حصل، بس مش عاجبني ابدا تصرفكم. ليه بس يا بابا صنفور؟ علشان مش مفروض ابدا نقابل الاساءة بالاساءة زيها، لازم نكون احسن منه. احنا مش هنسيه ليه، احنا بس هنعمل فيه مقلب علشان يتعلم. طب ما هي دي برضو اساءة وبرضو هتعملوا فيه حاجة تضايقه. الله، طب وبعدين نعلمه يعني ازاي؟ نسيبه يقعد يغيظ فينا كده ويجي يبوظ لنا عيد الميلاد ويطلع لنا لسانه كل شوية؟ لا ابدا، انا عندي حاجة احسن بكتير من اللي انتوا بتفكروا تعملوه، احسن عند ربنا وكمان احسن عندنا. اللي هي ايه بقى يا بابا صنفور؟ قولنا بسرعة. ان احنا نتجاهله خالص. يعني ايه نتجاهله يا سنافر؟ يعني ايه نتجاهله؟ يعني ما نديلوش اهتمام ابدا، ولا نعمل ان احنا خدنا بالنا خالص، نعمل نفسنا ما خدناش بالنا من اللي هو بيعمله. ايوه يا بابا صنفور، بس احنا خدنا بالنا كويس من ان هو بيطلع لنا لساننا، وهو شافنا ان احنا بنبص له ومتضايقين. عشان انتوا غلطانين، المفروض ان انتوا ما تديلوش اي اهتمام، لانه مجرد ان انتوا ما هتدوله اهتمام هيزيد فيها وكل شويه يقعد يطلع لكم لسانه، لكن لو ما اهتمتوش بيه هيعرف ان هو كده مش لافت انتباهكم، وان انتوا مش مهتمين باللي هو بيعمله، وان اللي بيعمله ده حاجه هبله قوي. مش معقول. طب ايه رايك؟ طب بس جربوا كده وهتشوف. بابا صنفور، يلا ننفذ كلام بابا صنفور ونشوف فعلا هيجيب نتيجه مع صنفور غبي ولا لا. بس اوعوا تاذوا حد، واوعوا تفكروا ان انتوا تسيئوا حد او تردوا الاساءه باساءه زيها. ماشي يا بابا صنفور، جربوا الفكره المصنفره بتاعتي وهتشوفوا. طب يلا بينا بقى نصنفر الأغنية بتاعتنا. يلا بينا. يلا حالا بالا بالا حيوا أبو السنافير، هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد السنافير، فليحيا أبو السنافير، فليحيا أبو السنافير. انتوا بتغنوا تاني؟ ما ترديش ما ترديش ما ترديش يا صنفورة، ما ترديش. مش هرد مش هرد خلاص، اعملي نفسك مش واخدة بالك منه. محدش يبصله يا جماعة، محدش يبص عليه خالص. يلا بينا نغني. فليحيا أبو السنافير، فليحيا أبو السنافير، الليلة أسعد السنافير، فليحيا أبو السنافير، فليحيا أبو السنافير. إيه ده؟ مش واخدين بالهم مني خالص. أي أي أي، مش واخدين بالهم من إن أنا بطلع لهم لساني وبغزهم. مش معقول مش معقول. أنتوا يا سنافر أنتوا. ايوه ايوه يا صنفور غبي، عايز ايه؟ انتوا مش مهتمين ليه بان انا اطلع لكم لساني؟ مش هتزعقوا معايا ولا ايه؟ لا مش هنزعق معاك. انت يعني بتعمل ايه؟ سينك. احنا مش واخدين بالنا اصلا من اللي بتعمله. يعني انتوا مش واخدين بالكم ان انا بطلع لكم لساني؟ لا طبعا، ولا يهمنا ايه يعني بتطلع لسانك. بس انا عايزكم تبص عليا. احنا مش هنبص عليك ابدا، ومخصمينك كمان. لا لا انا مش عايزكوا تخصموني، انا عايزكوا تهتموا باللي انا بعمله. شوفوا انا بطلع لساني. ولا يهمنا. يعني انتوا مش هممكوا ابدا اني بطلع لساني؟ لحد ما تعرف غلطتك وتعرف ان انت غلطان، وتيجي تلعب معانا وتغني معانا كمان لصنفور مفكر، وتحتفل معانا بعيد ميلاده. يعني انا لو بطلت اطلع لساني هتلعبوني معاكم؟ ايوه طبعا هتلعب معانا، انت صنفور اخونا، امال ايه؟ وهتحبوني وتعلموني الخلطة السحرية؟ طبعا طبعا. هي 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 هي، انا مش هطلع لساني تاني، خلاص خلاص انا مش هبقى صنفور غبي. طب يلا كل سنة وانت طيب يا مفكر. وانت طيب يا غبي، يلا يا غبي تعالى غني معانا. يلا حالا بالا بالا هن ابو الفصد، هيكون عيد ميلاد الليلة أجمل الأعياد، فليحيا أبو السنافير، يلا حالا بالا بالا حيا أبو السنافير، هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد السنافير، فليحيا أبو السنافير. أنا
مبسوط خالص ان انا لعبت معاكم، وانا اسف جدا مش هطلع لساني مره تانية، انا كنت غلطان. طبعا طبعا، واحنا كمان اسفين، احنا دايما هنلعب معاك يا صنفور غبي. شفتوا بقى انا قلتلكوا ايه؟ احنا فعلا سمعتوا كلامي؟ كلامك يا بابا، برافو عليكو، انا مبسوط منكو قوي، ومبسوط منك كمان يا صنفور غبي، عشان اعتذرت للسنافر وقلتلهم ان انت مش هتعمل كده مرة تانية. اكيد اكيد، كلنا خلاص بقينا اصحاب يا بابا صنفور. ده فعل خطأ جدا يا ولاد، ما ينفعش ابدا ابدا ان احنا نغيظ بعض او نعمل اي حاجة في بعض تضايق اي حد مننا، ولما حد يعمل موقف وحش لازم نتجاهله لحد ما يبطل الموقف ده، ولا نرد عليه ولا نديله اهتمام عشان يبطل يعمل الموقف الوحش ده مرة تانية. فاهمين؟ ايوه طبعا فاهمين. احنا مبسوطين قوي النهاردة عشان كمان انضم لنا صنفور غبي ومعدش هيعمل كده مرة تانية، صح يا صنفور غبي؟ ايوه طبعاً. صح، خلاص ما عدتش هعمل كده تاني ابدا، ولا عدت هطلع لساني، انا اسف وما عدتش هضايق اي حد، انتوا حبايبي واصحابي كلكم. برافو عليك، برافو عليك يا صنفور غبي، انت نورت المجموعة بتاعتنا. يلا بينا نغني. يلا بينا. يلا حالا بالا بالا فتحي ابو الصنافير، هيكون عيد ميلاد الليلة اسعد الصنافير، فلاح يا ابو الصنافير. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا أصحابي، يا رب يكون عجبكم، يا رب نكون اتعلمنا منه حاجة جديدة، وإن احنا ما نضايقش أي حد من أصدقائنا أو أخواتنا، ولما يكون حد بيعمل الفعل ده ما ندلوش أي اهتمام، ونهتم بس بالأصحاب اللي احنا بنلعب معاهم لحد ما يبطل يعمل الحركات اللي بتضايقهم، أو يبطل يعمل الحركة الوحشة اللي هو بيعملها. ولازم طبعا يكون سلوكياتنا كلها كويسة، سلوكياتنا يعني الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا تكون حاجات كويسة وحاجات الناس تحبها وما تضايقش منها. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهاردة، عايزاكم تكتبوا لي رأيكم في التعليقات في الفيديو بتاعنا، وكمان تكتبوا لي ايه اكتر صنفور حبيتوه معنا النهاردة، واللي حابب السنافر وحابب يشوف ليها قصص تانية كتير يكتب لنا برضو في التعليقات. وطبعا اصحابنا الجداد اللي بيتفرجوا علينا لاول مرة ما ينسوش يضغطوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يعلموا على علامة الجرس عشان يقدروا يشوفوا كل فيديوهاتنا الجديدة ويوصل لهم اشعارات بيها، لاننا بننزل لعبة جديدة كل يوم وكمان قصة جديدة. واشوفكم بكرة ان شاء الله مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة العابي. باي باي يا اصحابي، اشوفكم بكرة، ما تنسوش الشير واللايك عشان توروا الفيديو لكل اصحابنا. باي باي.